جامعة عين شمس. احنا عاملين مهرجان اسمه عين شمس جود تالنت. ده مهرجان جديد اول مرة يتعمل على مستوى الجامعة وعلى مستوى الجامعات. الفكرة بتاعت المهرجان ان احنا عايزين نوصل لقاعدة طلابية عريضة، عندنا 200,000 طالب، عايزين نوصل لعدد كبير منهم، نعرفهم بأنشطة اللجنة الفنية. فعملنا المهرجان دوت. ده بند الشارع، هو بند مكون من فنون متعددة، في مننا ناس بتغني راب وفي ناس بتعمل بيت بوكس. ودلوقتي احنا بنتمنى ان احنا نصعد، بس في مش نصعد في الجمهور، احنا باين بس فننا، الفن بتاعنا ده بيبقى اندر جراوند، بيبقى مجنون، ونفسنا الناس تفهم الفن بتاعنا والادب بتاعنا، احنا بنتكلم في حاجات جوه امور الحياه.